استشهد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومنزل آخر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر في القطاع الدفاع المدني ومنقذون أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة آخرين. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوب المدينة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 شخصا وإصابة 86,032 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.